نتواصل معاهم. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم، تحياتي لأستاذك وتحياتي لأستاذ مشيرين الكرام. يعني احنا عندنا موقفين سياسيين هنا، موقفكم الموقف اللي قال احنا مش هنشارك، والموقف الآخر موقف الجبهة الثورية اللي قالت انها هتشارك بفعاليات رمزية. انتوا اخترتوا موقفكم على اي اساس؟ اولا احنا اولا في دم تعودنا بالنسبة لكل القوى السياسية والتنسيق حوالين احياء ذكرى محمد محمود، طبعا هي ذكرى اصيلة للثورة المصرية، ثورة 25 يناير. من هنا نبدأ بالفعل الحراك السياسي، علشان دي كانت فعلا بالنسبة للشرارة الاولى لثورتنا وهي بداية ل 30/6. احنا النهارده وضع تاني مختلف تماما بالنسبه للذكرى الثالثه، وضع مختلف تماما في الاحواء الجويه بالاخص الاحياء السياسيه بالنسبه رقم واحد الاقتصاد، اثنين السياسه، وايضا مصر بتحارب الارهاب. النهارده شايفين القوات المسلحه المصريه لدورها العظيم، النهارده الحدود المصريه كلها للاسف خط احمر، لكن في ارهاب حقيقي بيدل ان في التعامل بالنسبه للجماعات الارهابيه وايضا بالنسبه لتركيا وايضا بالنسبه لامريكا، عاوزين يقضوا تماما على قدر الله قدر الله على الهويه المصريه. ولكن طيب تمام، يعني ممكن تكون مفهومه مخاوفكم. احنا برضو بنحاول نتواصل، زملاء بيحاولوا يتواصلوا مع الجبهه الثوريه اللي اعلنت انها هتشارك. هل كان الخيار الاوفق هو عدم المشاركه على الاطلاق، ولا يبقى في حتى فعاليات رمزيه زي الجبهه الثوريه مثلا بتدعو؟ لا يا فندم، احنا اولا اللي بيتم التنسيق مع بعض القوى السياسيه، النهارده بيتم التحالف مع جماعه الاخوان المسلمين وايضا مع شباب جماعه الاخوان المسلمين وايضا مصر القويه. مصر القويه يعني انت بتتهم الجبهه الثوريه انها متحالفه مع الاخوان المسلمين في هذا الفعاليه؟ بعض القوى السياسيه تحالفت مع الاخوان المسلمين وتحالفت مع شباب الاخوان وايضا مع مصر القويه الذي تم الغطاء السياسي لجماعه الاخوان المسلمين. احنا شايفين الوضع حاليا وضع مؤسف للغايه، اي حد يتحالف مع الاخوان المسلمين في ظل التواجد اللي احنا شايفينه النهارده بيتم ارهاب حقيقي للشعب المصري، النهارده بيتم التحالف ايضا مع جماعه الاخوان ويتم التحالف مع شباب الاخوان المسلمين، ده معناه حاجتين، اثنين خيانه لينا اولا وخيانه لثورتنا، اثنين النهارده بيتم خيانه للوطن. احنا شايفين الجماعه طب يعني قبل ما نصرف في الاتهامات بالخيانه، يعني هم الفعاليه اللي اعلنوا عنها انها واقفه امام نقابه الصحفيين وفعاليه تامين امام منازل الشهداء، ايه اللي ممكن؟ في ناس بتستغل هذه المواقف، في ناس ممكن تستغل هذا يوم 19 للنزول لذكرى محمد محمود لاشعال فتيل الازمه. احنا شايفين يوم 28 لاستعداد القوى الاسلاميه جميعا تحت مظله القوى الثوريه. انا مع احترامي الشديد انا عارف كويس جدا عشان اللي بيحصل حاليا في التنسيقات اللي بتحصل، في تنسيق ايضا مع حزب الوسط ومصر القويه مع بعض القوى الثوريه علشان التنسيق. طب انتوا حاولتوا تنسقوا مع الجبهه؟ حاولتوا تتواصلوا مع حد فيها؟ جالنا دعوات، انا جالي دعوه ان انا اروح عشان اكون في التنسيق معاهم، انا رفضت تماما في ظل تواجد مصر القويه وشباب الاخوان وشباب ضد بالنسبه لشباب ضد الانقلاب كانوا موجودين في الاجتماع. لكن معاهم كمان 6 ابريل الاشتراكيين الثوريين، حزب الدستور، التيار المصري، هل حاولتوا ان انتوا تتواصلوا معاهم وتتواصلوا معاهم؟ ورفتنا كانت واضحه، قلنا لهم انتوا المفروض تشيلوا ايديكم من جماعه الاخوان المسلمين ومعهم، مفيش حد يتحالف معاهم، ولكن للاسف هم عاوزين يتحالفوا معاهم، عاوزين يجرونا لغايه يوم 28 ويتم استغلال شباب الجماعات بنزول يوم 19 ويكون في معركه حقيقيه بالنسبه لتصادم مع وزاره الداخليه وخاصه مع بالنسبه لقوى التامين شارب محمد محمود. انا بتكلم بكل صراحه بكل امانه شديده، انا خايف على الفتره الجايه ان في شباب بيتم استغلالها حاليا دلوقتي، يكون في دم يكون في محمد محمود، واحنا بنحذر بالنسبه لهذه الشباب. مفيش حد ينزل محمد محمود عشان ممكن يكون ده صاره لبعض القوى السياسيه الاسلاميه ان هم يقولوا في فتيل ازمه وينزلوا يوم 28 وتحصل فعلا المعركه اللي احنا ممكن لقدر الله متخوفينها جميعا بالنسبه للتيار الاسلامي يعود مره اخرى ان يكون موجود في التحديد. وايضا بالنسبه للنهارده في خريطه طريق موجوده وفي برلمان قادم، النهارده ممكن هم يقولوا في تعطيل انتخابات، مش عاوزين يكون في رؤيه، مش عاوزين يكون في خريطه طريق النهارده للتحقق. طب انت عارف يا استاذ محمد ان برضو يعني لو احنا طبعا لسه ما زلنا بنحاول نتواصل مع الجبهه الثوريه، يا شباب في معانا حد من الجبهه الثوريه؟ احنا حتى الان بنتواصل معاهم ما ردوش، لكن لسه زملائنا بيعملوا عشان حضرتك قلت اتهامات قويه من حقهم ان هم يردوا عليها. لكن جميل، لكن انا بسالك بتوقع ان يعني في كتير من الشباب لديهم مسائل عالقه لم تحل فيما يتعلق بمحمد محمود، وهيقولوا يعني اذا لم نحتفل على الاطلاق واذا استسلمنا لهذه المخاوف هل معنى ذلك اغلاق هذا الملف تماما، ولا ايه الطريقه اللي بتقترحوا اغلاقه بطريقه يعني تحفظ حقوق الجميع؟ انا قلت في مبادره ان احنا نعمل سرادق في شارع محمد محمود او نعمل عزاء في مدرسه العمر مكرم
بيكون بالنسبه لاهالي الشهداء اللي احنا ممكن نكرمهم بشكل ان احنا بنقول عليهم ده فعلا شكل حقيقي. لو هم عاوزين فعلا شكل حقيقي يكرموا اهالي الشهداء ممكن يعمل في عمر مكرم تكريما ليهم او سرادق شارع محمد محمود بالتامين الكامل بالنسبه لنا وفي اللجان الشعبيه، ولكن للاسف هم عاوزين يحيوا ذكرى محمد محمود ويكون في تصادم. احنا خايفين من استغلال الموقف، احنا خايفين ان حد ممكن يستغل الموقف. هؤلاء احنا بنتكلم بكل صراحه، النهارده مصر في خطر، مصر مهدده جميعا من الداخل والخارج. عشان كده اي حد يتحالف مع القوى الشر، انا بتكلم بكل صراحه، لا الناس دي بعتنا في ميدان التحرير، الناس دي اول طعنه لينا، الناس دي ايضا بالنسبه لمحمد محمود قالت الشرعيه في البرلمان الشرعيه في الميدان، وكانوا بيذاكروا باسمنا بيذاكروا في محمد محمود. طب الحقيقه يعني انت ايه رايك برضه يا استاذ محمد في الموقف اللي اعلنته اعلنه بعض منتسبين جماعه الاخوان، قالوا ان احنا هنشارك وهنعتذر ان احنا ما شاركناش قبل كده؟ يا فندم ده بالامس يوم الجمعه في المطريه رافعين يافط، احنا عارفين يا قوى سياسيه احنا عاوزين نشارك بعتذر لكم رجاله محمد محمود. يافط اترفعت في مسيره المطريه اعتذار للقوى السياسيه للنزول محمد محمود. ده بيدل على في فعلا تنسيق بيحصل. في تنسيق بيحصل يا فندم، ان احنا خايفين واللي متخوفين منه ان هم يكونوا مستغلين الموقف. عشان كده احنا متخوفين من هؤلاء. متخوفين من شباب الجامعات الغاضب، متخوفين ممكن يحصل من شباب الاطرس، ممكن يكون في تخوف، ليهم مطالب مشروعه، ممكن تقف تتظاهر بسلميه، تظاهر برفع اليفط، وفي مطالب بالنسبه لحقوق الشهداء، بالنسبه لحقوق المواطنين، بالنسبه للعداله، بالنسبه للعيش، بالنسبه للحريه، كل الحاجات دي مطالب مشروعه، ولكن للاسف ممكن هذا التوقيت الصعب اللي احنا فيه بتمر بيه البلاد صعب جدا 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 في ظل تواجد الامن الغير مستقر. احنا خايفين جدا على مصرنا، خايفين جدا على بلدنا. عشان كده احنا اقرينا بالاجتماع بالامس عدم نزولنا وعدم مشاركتنا بالنسبه لذكرى محمد محمود. شكرا جزيلا للاستاذ محمد عطيه عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثوريه. زي ما قلت لحضراتكم احنا بنحاول ان احنا نتواصل مع الجبهه الثوريه، جبهه فشلنا في التواصل مع 6 ابريل رافضين ان هم يشاركوا يتدخلوا. مصر القويه اتصلنا بالاستاذ احمد امام المتحدث باسمها وقال انهم حتى هذه اللحظه لم يحددوا موقفهم من المشاركه من عدمها، هم في مؤتمر دلوقتي واحنا بنتكلم لتحديد موقفهم من هذه